بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه. شركة ADSS الإماراتية في أبو ظبي، كيف نفتح فيها الحساب؟ وما هي مزاياها؟ وما هي تجربة الشخصية وتجربة الأصدقاء الذين أعرفهم في شركة ADSS الإماراتية؟ طبعا شركة ADSS الإماراتية شركة عربية خليجية 100%، مقرها في مدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة. الشركة مرخصة ترخيص كامل فعلي من بنك الإمارات المركزي، وكذلك من دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة أبو ظبي، ومراقبة أيضا من مصرف الإمارات المركزي، ومرخصة من الحكومة البريطانية وحكومة اسكتلندا وحكومة هونغ كونغ ترخيص رسمي. طبعا الشركة شركة موثوقة، توفر كل الامتيازات والتسهيلات للمتداولين في تداول العملات والعملات الرقمية والمعادن مثل الذهب والفضة والنفط والبلاتين وغيرها، وفي تداول الأسهم العالمية والمؤشرات ومن ضمنها الأسهم الأمريكية وغيرها. الدعم المتواصل والمستمر والمتنوع للعملاء من مزايا الشركة، مع منصات تداول دقيقة وسريعة وعربية تناسب كل الأجهزة. كذلك هناك حسابات إسلامية وعادية وحقيقية وتجريبية ومصغرة، يمكن التداول بالتداول ب50 دولار أمريكي فما فوق. تسجيل سريع وتفعيل سريع وإيداع وسحب بعدة طرق في شركة ADSS. طبعا كل أدوات تعليمية متنوعة مع تدريب شامل للمتداولين، ومنصات تداول باللغة العربية وسبريد منخفض ومناسب، ورافع مالية مجانية تصل إلى 1 إلى 500. طبعا الشركة شعبية وحضور قوي في الخليج العربي، وتقدم تحليل شامل للسوق، وهي شركة ADSS الإماراتية. طبعا حاليا الاسم ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة وفقا لقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة مسجلة دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي رقم 11947. أيضا يقع مقر العمل الرئيسي في الطابق الثامن من برج السي آي في شارع الكورنيش، وعنوانها صندوق بريد كذا أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة. شركة ADSS مرخص من قبل مصرف الإمارات المركزي كشركة وساطة مالية ونقدية، تقوم بأعمال الوساطة المالية والنقدية لبيع وشراء العملات والتوسط في معاملات سوق المال على النحو المسموح به وفقا لقرار المصرف المركزي، القرار المصرف المركزي الإماراتي رقم 1995 على 5/26 وتعديلاته إلى آخره. طبعا عنوان الشركة برج سي آي الطابق الثامن شارع الكورنيش الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو الهاتف 00971265723. الآن تجربتي في شركة ADSS الإماراتية، بصراحة يعني شركة ADSS الإماراتية من الشركات التي توفر خدمات تداول شاملة متكاملة بصراحة في مجال التداول، مع رافع مالية مناسبة. عملية السحب من أسهل وأسرع العمليات، عمليات سحب الأرباح أو الأموال، عمليات تمثيل. يعني كما جربت انا على منصه ميتا تريدر، انا استخدمت منصه ميتا تريدر وانصح الجميع بمنصه ميتا تريدر بصراحه. بالشركه سهله سريعه دون اي اشكاليات، عند الضغط على رابط التسجيل. طبعا هي طبعا من الشركات المعتمده في موقع سعودي دوت كوم، موقع سعودي دوت كوم يعني معتمده فيه هذه الشركه كواحده من افضل الشركات في مجال التداول في كل دول الخليج العربي والعالم. بعد الضغط على رابط التسجيل طبعا هنا في موقع سعودي دوت كوم يفتح لك معلومات، بطلب المعلومات الأساسية مثل اللقب والاسم، الاسم الأخير، بلد الإقامة ورمز البلد والرقم منزل هات محفوظ وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني، ثم استمرار عن بعض المعلومات الأخرى، ثم يجهز لك الحساب. بعد ذلك يمكن أن تنزل منصة التداول بعد أن تودع الأموال. طبعا إيداع الأموال عن طريق الحسابات الحوالات البنكية أو البطاقات الإلكترونية أو البنوك الإلكترونية، وكذلك السحب. الشركة تقدم رافع مالي مجاني تصل إلى 1 إلى 500، تداول شامل لكل الأدوات. طبعا بالنسبة للتعامل، تعامل رائع جدا. بالنسبة للمضمونية، الشركة مرخصة من أقوى التراخيص بصراحة في الإمارات، ترخيص بنك الإمارات المركزي. المنصات سهلة دقيقة وسريعة في التنفيذ وفي كل شيء وفي التسعير حتى. طبعا كل الأصدقاء الذين سجلوا أيضا في شركة ADSS الإماراتية أبدوا إعجابهم في هذه الشركة، شركة عريقة ورائدة في هذا المجال ومن أفضل الشركات. رابط التسجيل المباشر لفتح الحساب في شركة ADSS الإماراتية موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، اضغط على الرابط وسجل حسابك. بعد ذلك تتواصل معك الشركة
لإكمال عملية التسجيل وتفعيل الحساب. أحبتي، أتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله.